أختنا أم حسام تنوي العمرة في رمضان وتريد أن تعتمر أكثر من عمرة، أن تعتمر عمرة عنها وعن والديها وعن والداتها، حكم ذلك يا شيخ؟ هذا غير مشروع، هي تكتفي بعمرة واحدة في سفرتها. نعم. وما زاد فإنه إذا كان له حاجة وسبب كما جرى من عائشة رضي الله عنها فلا بأس به، أما من غير سبب فقط تخرج لأجل العمرة تكرارا فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لما جاءوا إلى عمرة القضية، مع أنهم ممنوعون من مكة سنوات طوال. نعم. ثم لما جاءوا ما قالوا والله بما أنه أتيح لنا المجال نأخذ عمرة ونتردد على أكثر من عمرة، مع أنهم مكثوا 3 أيام في مكة صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. نعم. فسنة الاقتصار على عمرة واحدة دون تكرار، وإذا نشطت للعبادة أو تريد أن تهدي خيرا لأحد من أقاربها فلتكتفي بالطواف أو بالدعاء، والدعاء خير ما يهدى إلى الأموات. أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. هو ربما بعضهم يا شيخ الذين هم من خارج هذه البلاد يعني يخشى ألا يعني يحصل له أن يعود مرة أخرى، قد تكون هذه المرة الوحيدة. النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يقل والله بما أنه يعني هذه الخشية قائمة إذا خلنا نأخذ أكثر من عمره وكرر، بل اقتصر على ما جاء به من نسك صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، وما في قلوبكم من إرادة الخير الله بها عليم، وسيأجركم الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أحسن الله إليكم.